الشرف والناس ما الناس غير الناس بيعوا ترى الآمال أرخص من الأموال يوسف. إذا بدك بنزل الولد. أنت بتعرفي إنه مستحيل يقبل بهالشي. معناها مبروك، فردها بقى. هذا ما بيغي إنه كان بكير لسه على قصة الأولاد. يا سيدي خليها تصير على بكير، نخلص منها بسرعة علينا وعلينا. هذا معناته إنه نحن بنخلص بسرعة. يوسف خلصنا بقى حاجة نكد. ماشي، خليني نام لكان وأقضي على النكد من أساسه. على فكرة أنا صحيح اليوم ما قلت لك إنه الولد بيجي وبتجي رزقته معه، بس هذا اللي صار. أنت بعد ما طلعت من البيت إجا فراس وقال ملاقي لك شغلة إذا بدك. شو هي؟ يا سيدي هذا أبو صلاح أبوها لفاطمة. شبه؟ قال له لفراس يلاقي له حدا مشان يسلمه المكتبة لأنه هو ما عاد يقدر يشتغل فيها. قام حمل حاله فراس وإجا دغري لعندك لحتى ياخد رأيك. شو قلت؟ شو؟ شغلة ظريفة ما؟ هلا خلينا ننام وبكره بنحكي. ابقى مرايونك انا ابن عمي. ألو. أهلين بابا، صباح الخير. خير بابا؟ شو في؟ نينار ليش مانا عندكم؟ طيب وإمتى طلعت؟ إلا بابا على حكيك لسه بدها شوي لحتى تصل. قلي بابا شو في؟ إيه. طيب بابا روق أنت. روق لا تكبر القصة، أنا بحلها. خلص هلأ بس تصل أنا بحاكيها. ماشي الله معك بابا، مع السلامة. سلم باي. يا فتاح يا علي.
صباح الخير مراد. أهلين شاد، صباح النور مراد. وأنا آسف أزعجتك بهالوقت. لا لا ولا يهمك. اللي نينار حكيت معك شي؟ لا، من وقت اللي سافرت عالضيعة لهلأ ما حكت معي. ليش، شو صاير؟ لا لا ما في شي، بس حكى أبي من شوي وقال متخانقين مبارح بالليل وطلعت معصبة جاي عشا. يعني هي طلعت من الضيعة ولهلأ ما وصلت؟ لا لسه ما حل اتصال، حكيت معها خارج طاقتي، بلكي بتكون هي حاكيه معك. طيب ابوك ما قالك ليش تخانقوا؟ من شان نفس القصه، بتعرف اهلي لا يمكن يتقبلوا انه بنتهم تشتغل مطربه. طيب ليك شادي، عفوا هلا انا بحكي معها، اذا ردت علي بخبرك، وانت بكل الاحوال اذا وصلت دغري خبرني. اوكي، ومره ثانيه مراد انا كثير اسف على الازعاج. لا ولا يهمك ولا يهمك ابو الشود، خلص. باي. أهلين نينو، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. نينار ممكن نحكي شوي بهدوء؟ شادي الله يخليك، ماني ناقصتك. خلص أنا اللي عندي قلته، قراري أخذته وانتهى الموضوع. لكن يا نار أنا رح أتجاهل نبرتك السيئة معي لأني مقدر أنك معصبة، بس هاد ما بيلغي أنه في شغلات كتير مهمة لازم نحكي فيها. ما عاد في شي مهم. أوف، لهالدرجة؟ طبعا لهالدرجة. إذا نحن هلأ بالقرن 21 لسه في حدا بالعالم بيفكر أنه شغلة الفنانة شغلة على قولة أهلي ساقطة؟ ومين عم يقول هيك؟ أهلي أنا. شو تركوا للعالم الباقي ركان؟ وأنا بكل بساطة لازم أتنازل على مستقبلي وطموحاتي. مشان شو؟ مشان أم منيرة وأبو محمد وأم محمود، مشان ما يحكوا ويطولوا لسانهم لأنه هي وجهة نظرهم السخيفة فيني. نينار تركي لي موضوع أهلك على جنب وقلي لي، منشان مراد شو؟ شو؟ بلاقيكي سكتتي؟ مراد
مراد الشخص الوحيد اللي كنت ناطره منه انه يوقف جنبي، قام طلع رايه من راي غيره. بلا هالشغله، لانه هو عنده احساس مو ظريف تجاه الشخص اللي بدي اتعامل معه. هذا اللي اهله، بس يمكن استحي لي انه انا ما بقبل مرتي وام ولادي تكون فنانه مشهوره بالمستقبل. لا نينار، انت هيك بلشتي تغلطي. مراد ما بيفكر بهي الطريقه. بلا، طلع بيفكر بهي الطريقه، ما في اي مبرر تاني ليعمل اللي عم يعمله. عم يتحجج انه هيك زواجنا بيتأجل سنة، وتخرج هيك وجامعتك، كله هي مبررات كذابة. لأنه الحقيقة هي اللي استحي يحكيها. طيب وهلأ شو؟ هلأ أنا أخذت قراري، حكيت مبارح مع راشد واليوم مسافرة. اليوم؟ أي اليوم؟ ما بعرف شو بدي أقولك، بس أنت بتعرفي منيح قديش أنا بحبك، وقديش بخاف عليكي، وقديش بتمنى تحققي كل أحلامك. بس مع هيك ما فيني أقولك غير أنه قرارك فيه شوية تسرع. صدقني ما تسرعت أبدا بالقرار شادي، أنا هيك بشوف الحياة، يعني هي فرصة بتجي مرة واحدة، يا منستغلها ومنشوف لوين بتاخدنا، يا أما منخلي أشياء تانية بالحياة تشوش علينا وما تخلينا نشوفها. هي الفرصة يمكن تتكرر ويمكن لا، وإذا تكررت يمكن ما يكون الوقت المناسب لإلها. بقى لا تخاف علي، أختك بتعرف وين رايحة. طالما هاد قرارك ما فيني اقول لك غير الله يوفقك ويكون معك. الله يخلي ليك. امتى مسافره؟ اكيد ما رح سافر قبل ما ترجع وتوداني. طيب انا هلا مضطر امشي لانه تاخرت على الشغل، بدي بدل ثيابي وروح. يلا باي. باي يا حبيبي. شادي انا اسفه. ولا يهمك. طيب شو مشان بابا وماما؟ أنا كتير مقهورة إني رايحة وهن زعلانين. تركي لي موضوع أهلك علي، أنت بتعرفي إنهم طيبين ومراداتهم سهلة. طيب بس أنت قلي لي مشان مراد شو؟ خلص أنا بتصرف. طيب باي. باي. اجت منك وما اجت مني. ومن الشباك لرميلك حالي. بونجور. صباح الخير يا عريس. يقول مبروك على القليلة. ريتو ألف مبروك. بس يعني مو لازم بهيك مناسبة يكون نحن موجودين، على القليلة نتعرف على كنتنا الجديدة. لك أخي المناسبة وصارت. لك وهيك أريح لكم. ومنى العروس رح تتعرفوا عليها يوم الخميس. وليش الخميس؟ لأنه قررنا نعمل العرس يوم الخميس. ايوه ونحن معزومين. فراسو دير بالك، ها ما بيلبق لك تكون حربو. الخميس رح تقضوا ليله العمر بفندق 5 نجوم. يا خوف يكونوا نجوم الظهر. حلوه عجبتني هي، هيك تقريبا. وحياتك لتشوف اخوك ابو سطيف طاير بين النجوم. بس دير بالك ليورجوك النجوم قبل ما يطيروك. هاي شو هاد الاكتراث؟ والله خفان دمك، ما بعرفك هيك. خاطرك أخي. سلام. مع السلامة.
ليه مدام سوسن؟ لا بس كنت عم حاكيكي مشان الاتفاق. ايه وين بتحبي؟ ايه بعرف. طيب اي ساعة؟ ماشي الحال. على 12 ميح خلص. اوكي باي باي. يلا في وقت. يعني خلص نينار مسافرة؟ مسافرة. طيب مراد شو وضعه؟ ما بعرف صدقيني ما عم بعرف شيء. يبدو انه المشكلة اكبر من هيك بكتير. ستي قلي لي انت ايمتى رح تفضيلي بقى؟ انا بدي لسه شي يومين بس لبين ما يخلص مهنة تجهيز العيادة. طيب هو عم يجهز عيادته انت شو عم تعملي؟ عمليا انا اللي عم جهزها. مهند فعلا ما بيعرف شي بالبلد. ايوه. هلا انت شو بدك بهالحكي؟ كل يومين بتتعرف عليه وبتشوف مظرفه، بعدين هو رح يموت على ما يتعرف عليك. ليش شو قالتي له عني؟ ولا شي، بس اكثر من مره حكيت معك قدامه وسالني عنك. ايه ايه وقلت له انك صديق، ومن يوميتها ما بمر يوم الا وبيسالني عنك، وامتى بدنا نتعرف على شادي وامتى بدنا نشوفه لشادي. خلص طالما هيك بكره بنعزمه على الغداء ونتعرف عليه. لا 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 خلينا اجي غير وقت، انا بس لاقي الوقت مناسب بقول لك. على كيفك. مرحبا. اهلين استاذ. اهلين استاذ. شادي من زمان هون انت؟ يعني شي نص ساعه. معناتها اخرتك ما هيك؟ ولا يهمك استاذ. نيرمين شربيني قهوه. من عيوني. الحالي شادي. سيك لشوف هاي الجداول بتلاقي جواتها كل التفاصيل عن المعدات اللي اجتنا من شان مشروع اللي بتنظم لي اياها بجداول، وبدي النتائج النهائية تكون واضحة، ما بدي اي خلل مهما كان صغير بالموضوع. اوكي اوكي استاذ. لحظة لحظة شوي. وهون بهذا السي دي راح تشوف ملفات تفصيلية عن شركاتنا كلها وكل تحركاتنا المالية خلال السنة، بتنظم لي اياها، وكمان بتضيف لي عليها بيانات الشركه تبع تامين الخادمات وبيانات شركتنا هون والتفاصيل الماليه للرحلات يلي عم تروح وتجي عن طريق مكتبنا، وبالمره بتنظم الموضوع يلي عندك بحيث يستوعب كل التحركات اللاحقه اللي راح تصير باي قطاع من قطاعاتنا. حاضر استاذ. مبدئيا هذا كل شيء اليوم، فيك تتيسر. بالاذن استاذ. شادي. نعم استاذ. نسيت اسألك، السيد زاهر لقى سكرتيرة؟ ايه الى يومين عم تداوم. طيب يعطيك العافية. خاطرك. مع السلامة. تفضل استاذ. يسلموا. ظريف شادي. اه عفوا. يعني كأنه شايفكن عم تتواصلوا بشكل مختلف. استاذ بس ما عم بفهم عليك، يعني شو قصدك؟ لا ما في شيء، بس المهم ما نفقد تركيزنا بالشغل وخصوصا بالفترة الجاية، لأنه نحن فايتين بمرحلة انتقالية حساسة شوي. ايه؟ طب استاذ هلا بتوصيني بشيء؟ لا سلامتك. بالإذن. صباح الخير. صباح النور حبيبي. كيفو حبيبي؟ فايق بكير. هلا الساعة 12، هاي بكير. بعدين تعال لك، شلون عم تقري الرواية لسه ما خلصت؟ تعرف حبيبي، أنا متفائلة كثير بهالرواية، يعني حاسة إنه رح تعمل شيء. آخ، والله ما عاد تفائل بشيء بنوب. هي علينا، لا تبلشها، بعدين اسمع لقلك. شو قررت عشان موضوع المكتبة؟ شو يعني شو قررت؟ ليش انتي تركتيلي مجال اني ارفض او لا؟ خلاص موافق.
كثير منيح، وهي احلى فنجان قهوه بالعالم كلياته. حبيبي بتعرف انا بتصور انه شغله هي المكتبه كثير مريحه واكثر شيء بتناسبك، صح؟ ما عاد مهم اذا بتناسبني او لا، المهم نعمل شيء مشان هاي الورطه اللي ورطتينا اياها قبل ما تجي. هلا هيك ليش هيك عم تحكي على ابننا؟ بتعرف يوسف بكره لحتى يجي بذكرك بهذا الحكي وبتندم كثير عليه. ليش حكيت شيء مو مزبوط؟ ليلى هذا الانسان اللي جاي بده ناس تشتغل له ليل نهار لتامل له متطلباته. هي علينا لا تكبر القصه، لسه بتعمل له ايدين واجرين، ما فيها شيء، هو شقفه ولدي يقبر قلبي ان شاء الله، شو حياثر علينا؟ بعدين تعال اقول لك، من هون لحتى يشرف بتكون حضرتك خلصت الروايه وبلشت بشيء عملي هيك عن جد يعني. بعدين بتعرف انت هذا الولد لازم تتفائل فيه كثير، انا متفائله فيه، يعني هذا الولد بركي جاي لحتى هيك يعملنا حظ كثير حلو بهي الدنيا يا رب. ان شاء الله يكون هيك. المهم شو قالك في راس مشان الموضوع ابو صلاح؟ امرق لعنده اليوم؟ ما بعرف، لانه بصراحه نحن ما كنا واثقين انه انت رح توافق، بس خلص ولا يهمك، هلا بتصل فيه وبساله عن كل شيء. ماشي. انا عن جد حبيته لصلاح. صلاح أول حدا بتعرف عليه بحياتي وبيحسسني إني بني آدمة وعايشة. كنت مستعدة أعمل أي شيء بالدنيا مشان خليه مبسوط ومرتاح، بس طيب طالما هيك، قصدي بدك تسألني طالما أنا بحبه لهي الدرجة ليش ما تركت الشغل؟ عشت عمري كله لحالي وما في حدا جنبي، ومن وقت كان عمري 16 سنة وأنا عايشة بهالجو. وبالمناسبة على قد هالجو ما بينظروا له نظرة سيئة، أنت ما بتتخيل قديش نفسهم هدول العالم بحاجة إله وما بيقدروا يتخلوا عنه. أصلاً هن اللي مخلينه يستمر، لأنه مأمن لهم كل اللي بدهم إياه وبكل شروط السرية مشان تضل صورته نظيفة قدام العالم. المهم يمكن هذا الحكي ما كتير بيعنيك، اللي بدي أقوله إنه صلاح أجا وذكرني قديش أنا بحاجة لحدا يوقف جنبي ويحبني. ذكرني لأني كنت نسيت من زمان إنه الحياة أكبر بكتير من عيشة الكبرة اللي أنا عايشتها. لما عرض علي الزواج قلت يمكن بلشت الدنيا تغير رأيها ورح تعطيني فرصة تانية إني أعيش. إيه بس أنا آسفة، بعرف اني طولت عليك. لا ابدا، تفضلي كفي. قررت اني ابقى بالشغل مع اني صرت اكره الجو كتير، وصرت حس حالي كاني نازله على عقوبه، ما صدق ايمت تخلص لحتى ارجع على البيت وضل جنب صلاح. بس ما كان في حل تاني، كانت هاي الطريقه الوحيده لحتى نقدر نعمل راس مال صغير مشان صلاح يبلش فيه شغل ونقدر نعيش مثل كل الناس. طيب وصلاح شو عمل بعد ما اقتنع بفكرتك؟ الحقيقة هو ما اقتنع، أنا ألحيت عليه كتير وحاولت إني أقنعه، بس بالنهاية ما قدر يتحمل الوضع وصار اللي صار. المهم أنت هلأ عم تسأل حالك ليش أنا عم بحكي لك كل هالحكي؟ أنا عم بحكي لأني ندمانة وحاسة أني اني خسرت اهم فرصة تجيني بحياتي مشان اخلص من اللي انا فيه. اللي بدي اطلبه منك اذا شفت صلاح قل له اني لساتني بحبه واكتر من الاول، وقل له اني مستعدة اعمل اي شي بالدنيا مشان يرجع، وقل له اني بترك الشغل وإذا بده بترك الدنيا كلها، وقول له قل له إني مشتاق له وبحاجة له. قديش تدفع فيه أنت؟ إيه قديش؟ لا لا 400 400 يا خالد 400 10 10 خذهم 35 شنو
شباب، هذا طلع لنا مصاري، هذا ب 200 اشتريه 200. الو، اهلين استاذ راشد. لا ابدا ما في شيء. بدي شي ساعتين بكون جاهزه. لا خلص ما بتاخر. لا والله ما في شيء ابدا. اوكي كون ناطرتك. طالما نازل على بيروت اليوم معناتها بكره فيك بتخلص لنا حساب الشركه من البنك. طبعا اكيد. وان شاء الله الاسبوع الجاي بس اجي بنشوف كيف راح نتعامل مع هذا المصرف الجديد. كثير عظيم. شو بضل عنا شغل هون؟ هون ما عاد في شيء، كله تمام. بس بدنا مدير لمكتب الخدمه. شباب انا من رايي تشوفوا لكم صبيه تدير هذا المكتب. ايه والله، وانا معك. ها، وانا معك. شو حبيبي؟ شايف فاتحة قريحتك عن نسوان شو قصتها؟ ايه شو بدنا نساوي؟ يا اخي حلوين. بعدين حضرتك بهذا التبادل النسائي اللي عم تساويه مع الخواجات، عم تفرجينا شوفات بتفتح نفس المال ونفس. والله الحق معك. شو على بالك يا عمي؟ يلا يلا اطلب لنا سحر، خليه تجيب لنا فنجانين قهوة. يلا. حاضرين. سحر جيبي لنا ثلاثة قهوة. اثنين على الريحة وواحد سادة. هات العلبة سيجار. هات هذا الأستاذ. شرف أخي. أنا اقتنعت بفكرة الأستاذ راشد عن الإدارة النسائية للمكتب، فشو رأيك أحكي مع روان خليها تجي لعندك بتشوفها وبتتفق معها؟ على مهلك. مين هاي روان؟ لك شبنا شريك. علقت النغمة معك يعني؟ علقت لك. أنا شايف معلقة معك أنت. شو قصتك؟ روان وحدة قريبتي، صبية ظريفة كتير، خريجة إدارة أعمال ونشيطة وشغيلة، بعدين يعني تقريبا بنت خالتي، أمها بتكون بنت خالتي، وصار لها مدة عم تقلي بدها شغل. بصراحة أنا كنت عم فكر شغلها هون، بس وقت اللي حكى راشد لقيت إنها مناسبة كتير لهالموقع. طيب منيح،
بس لا تخبره لحتى اقول لك انا. ليش؟ لك يا اخي في كم شغله براسي بدي اعملهم وبناء عليه بقرر. طيب مثل ما بدك. مراد يعني هي اجت وما اتصلت فيك؟ واليوم وصلت من الضيعه. طب ليش ما قلت تتصل فيها؟ حاولت كذا مره. خفت ما ترد عليك ما؟ والله ما بعرف. هي والله. لك خلص شو بك هدي شوي. هعمل لك فنجان قهوه. روق. ايوه مراد مرحبا. اهلين يا عمري. انت اوف فكرت انه ما عاد رح اسمع صوتك ابدا. مراد انا خلص نينار بعد ما حكيتي ما عاد بدي اعرف اي شيء. مراد لك عم قلك خلص. يلا قومي احملي حالك وتعالي عندي عزمك على الغدا. مراد اسمعني اذا بتريد. مراد أنا بحبك وبدي إياك تكون واثق إنه أنا رح ضلني أحبك لآخر يوم بحياتي. إيه ما فهمت شو قصدك؟ مراد أنت كل لحظة حلوة عشتها بحياتي. أنت اللي فتحتني على هالدنيا. أنت اللي علمتني معنى الحياة. أنت اللي خليتني أعرف شو بدي. زعلانة كتير بحبك كتير. بس شو بس؟ احكي. بس أنا آسفة. آسفة على شو؟ آسفة على كل شيء. آسفة إني رح أتركك. آسفة إنك أروع إنسان بحياتي عرفته. آسفة إني ما بستاهلك. إني اكتشفت إنه طريقي مو من طريقك. آخ آخ يا مراد عم بتوجع كتير. بس بعرف إنك رح تلاقي البنت اللي تستاهلك وتستاهلها تكون سعيد لآخر حياتك. شو يعني؟ أنا لهلا ما فهمت عليك شيء. مراد أنا اليوم بس رح أكون ببيروت. مراد هنا شوي شوفي شو صاير معك.
صلاح؟ صلوحه؟ فوت تاكد لي فوق. يلا. صلاح؟ امان. كويس. تعال قلنا. حمد مور. الله يرضى عليك، بدي اياك تضل صاحي. ما بدي جنس مخلوق يحس بهالموضوع. لا تاكل هم. شوف هدول خلال اسبوع لازم يكونوا مصرفين. وجب. شوف حمدو، ولا انسان بيضرب هالموضوع، والله بيروحونا. خلص ابو الشكر، لا توصي حريص. لك لسه عم تلعب فيهم؟ قوم قوم خبيهم، خد لك شوي منهم. ماشي. اسمع لقلا. نعم. اوعى مروان يدرى او يشم ريحه انه عم نشتغل مع واحد تاني. ها. وجب. صلح. هيك عليه. شو انتو هون؟ ايه هلا جينا. ايه معناتها اليوم خالصين بكير. ايه لا لا، بدنا ننزل مرة تانية. ابو الشكر. ايه صلاح. هلا ليش ما بتشغلوني معكم؟ يعني احسن من وقفتي كل نهاري بسوق الحرمية، ويا ريت في شي على الفاضي. بكير ابو الصلح، روق بس لنرسق امورنا، انا بحكي لك مع المعلم مروان. ماشي. جاهز حمدو؟ ايه جاهز انا. يلا بدك شي؟ لا سلامتكم. ليك ابو صلح، الججت هالمفصول من ورا، اذا بدك تشغله في الريموت كنترول الكبسه الحمراء بيشتغل يمكن. طيب يلا يلا. سلام. سلام. مع السلامه. ليش ما جودعك؟ وقعت. تعرفني نار، بكره لما بتصير وحده من ألمع نجوم الوطن العربي رح تكتشف بانك مو غلطانه ابدا. اهم شيء لازم تتعلمي من هاي اللحظه بالذات انك ما تطلعي لورا ابدا. الطريق اللي اخترتيني نار مثل هذا الشارع، اتجاه واحد واجباري. اذا واحد فكر بانه يمشي عكس السير او يطلع لورا، بظن انت تعرف النتيجه شو راح تكون. عم تفهم علي؟ ما كان لازم استناها لحتى تحكي هيك. كان لازم اول ما خبرني شادي اطلع لعنده وحط عيني بعيني وخليها تحكي اللي حكيته بوشي. بابا اهدى شوي، اللي عم تعمله ما بيسوى. شو هو اللي بيسوى؟ بابا حبيبي اهدى شوي، ارضى عليك حتى نحكي ونناقش الامر بمنطق. اهدى من هيك يا بابا؟ ناقش بمنطق انه انا غلطان وانه انا ما كان لازم اوقف ضدها وكان لازم اكون نصي عليها. مو على مهلك علي شوي مراد، على مهلك حبيبي. انا صحيح سبق وقلت لك انه نينار ما بدها اياك تكون وصي عليها، بس مو معنى كلامي اني عم حملك لحالك مسؤوليه اللي صار بيناتكم. لا ابني لا، اعوذ بالله. بابا حبيبي، الانسان بالاصل ضعيف قدام رغباته وطموحاته، ولما بتجي فرصة لأنه يحقق جزء من هالأحلام هاي أكيد رح يفقد جزء كبير من المنطق وما يعود قادر على محاكمة الأمور محاكمة منطقية. ليش؟ لأنه الحلم والطموح له سطوة، له بريق وهاج، له ضوء مبهر يمكن يصيب الواحد بالعمى للحظات، ويمكن هاللحظات تطول كتير. أنا لهيك يا ابني قلت لك نينار ما بدها ياك وصي عليها، وقلت لك كمان ما كان لازم تحطها بموقع الاختيار الصعب، لأنه يا ابني
مهما كانت علاقة الحب اللي بيناتكم قوية كتير، ومهما كنت انت مميز بالنسبة إلها، رح تضل الاختيار أضعف، يعني الاختيار الثاني قدام البريء الوهاج يلي إجا فجأة على مخيلتها وخلاها تفكر إنه ممكن هي تصير فنانة كبيرة ومطربة كبيرة وتحقق أحلامها. لك أنا ما كنت ضد إنه تضوي، إن شاء الله تشع. أنا بس كان اعتراضي إنه مو هيك، مو بهي الطريقة. لك ابني، هي الشغلة ما في إنسان بيقدر يقنع فيها شخص تاني حالته مثل حالة نينار. ليش؟ لأنه عم يحلم بابا، عم يحلم. فهمت علي؟ لك يا بابا، أنا ونينار ما كنا هيك. بعرف، وبعرف أنه رغم كل الحب اللي كنتوا عايشينه أنت ونينار، بس لكن أكيد كان في شيء ما كنتوا حاسين فيه، كان في خلل موجود بعلاقتكم وما كنتوا شايفينه، أو كنتوا شايفينه وعم تتجاهلوا. طيب أنا رح صدق، رح صدق أنه كان في خلل. لك أنا ما عم بحكي على شيء، يعني هلا كل اللي كان بيناتنا وأنا اللي بتحبه ما كنت مستاهل أكتر من تليفون تافه سخيف بتقلي فيه أنا مسافرة. بدك رأيي؟ إيه طبعا بابا. نينار نهت العلاقة بهالطريقة هي لأنه بتحبك عن جد. هي ما عم بفهمها، الله يخليكم. يعني هي بتتصل بتقلي أنا بحبك وما بدي شوفك، وأنت هلأ أنا بس بدي أفهم والله العظيم. بابا مراد حبيبي اهدى شوي، نينار كانت صادقة معك. لكن ليش؟ يعني ليش بهي الطريقة بالذات؟ على التليفون؟ والله ما عم بعرف شو عملت. أنا ما معترض على شيء، ولك تروح تاخذ شو ما بدها، بس مو هيك نقعد نحكي ولك تحسسني إنه أنا بني آدم عن جد كانت تحبني، نقعد نناقش شو بدها تساوي شو ما بدها تساوي، مو هيك شلف على الباب. بابا نينار ما إجت وشافتك قبل ما تسافر إلا لأنه بتحبك. يا الله لسه بدهم يقنعوني. يا بابا شلون بتحبني؟ بابا اسمعني منيح، نينار أخذت قرارها وحسمت الموضوع من عندها لأنها كانت بتعرف كتير منيح إنه هي أضعف من إنه تواجهك.